ويلي 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 وراكم وراكم فرا الابداع ويلي الابداع فرا ويلي 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 لونطري الموكيرات ويلي 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 تعرف ولا الصدر ديالها تعرف ولا تن 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 انا هذيك بعدا السلام عليكم الاخوان ديالنا كي راكم دايرين نهاركم مبروك الاخوان ديالي نهاركم برود اسعد الله صباحكم فوالا رانا فهاد الصباح الاخوان ديالي الصباح انا راني الاربع مريح روبو هاد النهار الاربع فوالا الاخوان ديالي تبارك الله عليكم ونتمنى لكم الصحه والعافيه الصحه والعافيه الاخوان ديالي غادي نمشيو مباشره الى القاره الاسيويه الهند كالعاده في البدايه ديال القناه ديالي يعني الفيديوهات الاولين ديالي كنت ندير على هاد انديا بيست دانسر يعني وبعد الحقوق النشر والطبع كاين شي فيديوهات ما نقدرش نديرهم لان مبلوكين فوالا مبلوكينهم وهذا ما مبلوكينوش فوالا بحثت عليه ولقيتو ان دايرين عليه رياكسيون وما مبلوكينهمش فوالا وكاين شي فيديوهات مبلوكينهم فارتيكا فارتيكا هذه معروفه الاخوان ديالي هذه انا من المتتبعين من الفان ديالها فوالا هي انستغرام دخل عندها العالم كامل اسيا متبعينها معروفه ودات الفينال دات فينال ديال هاد بيست عندي بس دانسر وحنا غادي نشوفوا واحد البيرفورمانس ديالها توت سويت ان شاء الله بعد هذا الانترو وما تنساوش تابوني وتجمجموا وتعلقوا كالعاده الاخوان ديالي وتساندونا نحتاج الى مساندتكم فوالا معاكم عادل بن دحو من بعد هذا الانترو عادل بن دحو هذا إليكم من جديد ليس كابتن ماجد وإنما عادل بن دحو فوالا عادل بن دحو اللي نشاط هو شاط نشاط غير شايط فوالا نشاط شايط نشاط قاسم المشترك شين نشاط وشايط شايط شين فوالا إطار الضحك والنشاط فوالا نبدأ على بركة الله بلاي have your party India best best dancer شكاني حركات حركات مع النوطات نتاع الموسيقى الحركات طن 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 كتسمعوا لك واش البيانو ولا مانيش عارف بالضبط فوالا طن طن يعني الحركات ديالها سبحان الله هذه تمشي مع الريح هذه هكذا دير بحال هكا كي بواسون نعاودوا لها هذه نشوف باش نكون واضحين انا كنتكلم على لي ستيب ستيب باي ستيب الحركات الاخوان ديالي وراكم فرا الابداع ولي الابداع فرا ولي 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 لونطري الموكيرات ولي 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 تعرف ولا الصدر ديالها تعرف ولا تن 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 انا هذيك بعدك انا هذيك الاخوان ديالي هذيك ما قدرتلهاش انا ما بغيتش نعاود نشوفها عباد الله ولي ولي كي راه دير لها لا سوبليس ولي سخفت جات لي السخفه Thank you.
أولي أولي شيتي أشيتي هذيك الممثلة هذيك نجد التحكيم القلب ديالها وجعها وش نقول أنا اللي راجل أولي هي بنت وجعها القلب شو باش تعرف بالله راه ماشي كنمشيو شي العين ديالنا كنمشيو العين كيما نقولوا الاخر يعني لاطاي ديالها والجمال ديالها واللبسه اللي لابساها وكذا الحركات يا خويا الحركات يشوكيو الحركات ويلي بنت بنتها ويلي في لجنه التحكيم تشوكات بنتها واش انا نقول اللي راني ولد عاد فوالا اولي حبيبي يا حبيبي يا ويلي خرا ويلي على حبيبي يا ويلي 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 على بيرفورمانس ويلي ويلي التناسق في الحركات في الانسجام ضابط الامور ديالها ضابط الامور ديالها تقول ترى راه تشطح فوق الاوتار الاوتار نتاع هذاك الاخر تشطح الاوتار هما اللي راهم بحال لا ماريونيت فوالا لا ماريونيت تحرك على حسب فوالا هذه اون ماريونيت الاخوان ديالو اون ماريونيت الاوتار ديال الاله الموسيقيه هي اللي كتحركها الاله من الضرب الاله ما نقولكمش فوالا ما نقولكمش يا خويا بطبيعه الحال لابسه اللبس الشرقي لان هذا الشرقي لان الهنود حتى هما دوب يعني كيلبسوا لا جوب ولي سوتيان هذوك غورش يعني وحتى الشرقي يعني كما نقولوا الشرقي الرقص الشرقي حتى هما في الاعراس مثلا ملي كنشوفوا في الافلام والمسلسلات المصريه والاعراس اللي كيكونوا على برا وكذا كيجيبوا وحده حتى هي مصريه وحنا عرب راه كتفرجنا المصريين والمسلسلات ما كاينش اللي ما يقوليش راني ما شفتهمش ولا لا شي جامي شفنا شي دو بياس انا الاداءات ديالنا المغاربيه او العربيه مصريين بخصوص المصريين يعني الشرقي الرقص الشرقي في الاعراس ديالهم في الصعايده ولا هكذا كيجيبوا وحده كتشطح دو بياس يعني لا جوب وهذا وتشطح يعني هذه معروفه ما يقوليش واحد لا اول مره شفت هذا الشيء الاخوان دوله خليو لها بالكذوب فوالا ايوا شفت الدخله الشرقيه دخلوا عليها الشرقيه يعني كاينه واحد لا كولتور شرقيه يعني كاين واحد الرقص الشرقي فوالا مع الرقص الهندي يا دخله شرقيه رام جاهلي لا جاهلي لا جاهل رام من دونوں کے لاف میں دنیا کا کیا کام دربوكا دربوكا ايوا واه الشرقي انا كنقول لكم كاينه لمسه لمسه شرقيه بالضبط واكيد كما راكم تشوفوا الدربوكه والدخله ولكن الصوت والاغنيه والتوزيع واللحن هندي بطبيعه الحال مي كاينه لمسه شرقيه Show.
بلاد. واش هذا الشيء؟ واش هذا الشيء يا عباد الله؟ واش درتي فينا؟ اويلي واش درتي فينا يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. واش درتي فينا ويلي فارتيكا؟ واش درتي فينا؟ واش درتي فينا فارتيكا؟ واش درتي؟ قسم لك يمينا هذا البيرفورمانس هذا يعني لمسة شرقية يعني من الاول للتالي وشطح شرقي تقريبا يعني كانت يعني بعض يعني كاين المناطق يعني الجسديه اللي كانت تحركهم بزاف. حنا اللي كنحركهم العرب فورا في العراسات ولا ماشي بهذيك الطريقه ماشي بخصوص هذيك اللبسه ولكن كتكون المراه لابسه القفطان ولا لابسه يعني اي حاجه يعني ديال العرس وكذا ومن يعني المراه المغرب العربي بطبيعه الحال يعني هذيك اللمسات ديال المراه كيفاش كتشطح تقريبا كيف كيف. هنا دخلت عليها يعني كما نقولوا تحسينات وداك الشيء ايقاع يعني مع الايقاع خصها تمشي مع الايقاع ولا بطريقه يعني فنيه وصراحه ولكن انا كنقول لكم هاد فارتيكا هادي ودخلوا لها وتشوفوا يعني لي بيرفورمانس ديالها وشد مايكل جاكسون ديروا تعرف ولا ديروا كي بغيت تعرف واحد سمرشتونا وراني درت فيديوهات في القناه ديالي في يعني تبعت ربما نقدر نخليهم لكم هنايا وتشوفوهم. ولا واش نقول لكم الاخوان ديالي واش نقول لكم واش نقول لكم واش نقول لكم هيب هوب سمرف كي يقول تيكنو اللي بغيت اللي بغيت يعني ترقص لك على الايقاع ديال الموسيقى والحركات يعني تبهر تبهر تعرف تخليك حل فمك. ها هذا هذا راه شويه غير رقص شرقي نقسم لك يمينا والله الا راني شفتها وكاين بعض الفيديوهات انا شفتهم ما نقدرش ندير عليهم يعني لا رياكسيون لان حقوق الطبع والنشر ما نقدرش وعندي بزاف ومع ذلك بعض المرات كنديرهم واخا كاين حقوق الطبع والنشر كنديرهم ولكن ما كنغامر فوالا. ايوا الاخوان ديالي خليكم على هاد الايقاعات وعلى هاد الرقصات الجميله والمبهره رقصات مبهره تشلل فوالا تشلل كما نقولوا للقلب والجسد فوالا تخليك احل فمك. يا لطيف يا لطيف هذا الشيء واعر هذا الشيء واعر. يا خويا ديري من بعد ان شاء الله نتشوفوا فيديو اخر وتحياتي اليكم ونهاركم بروك.